السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، عزيزاتي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو كما كتشوفوا في العنوان غادي نهضر على التلقيح ديال التلاميذ، والعنوان هو كالتالي: تلقيح جميع التلاميذ سيضمن دخول مدرسي حضوري، كيف ذلك؟ إذا بقوا معايا في هذا الفيديو باش نعرفوا شنو كاين. إذا كما تعلمون أن السيد محمد أدردور هو مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سالة القنيطرة. في لقاء صحفي قال بأنه تحقيق المناعة الجماعية ضمانة لتعليم حضوري 100%، وغادي يشرح لنا كيفاش هاد المناعة الجماعية. إذا أكد السيد محمد أدردور مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سالة القنيطرة في تصريح صحفي أن الحديث الآن عن صيغة التعليم في الدخول المدرسي المقبل، يعني الدخول المدرسي 2021-2022، هو سابق لأوانه. يعني قال لهم بأنه لحد الساعة ما يمكنناش نقولوا شنو غادي يكون في شهر 9، واش غادي يكون دخول مدرسي عادي ولا دخول مدرسي بالتناوب ولا دخول مدرسي عن بعد إلى غير ذلك. إذا قال بأنه هذا الشيء سابق لأوانه، مشيرا إلى أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي هيأت على مستوى التعليم المدرسي والجامعي جميع الشروط والظروف التي تمكن من التأقلم مع الظروف الصحية، مؤكدا أن الهدف تحقيق المناعة الجماعية التي إذا توفرت سيكون التعليم حضوريا، وهو أمل جميع الأسر المغربية والفاعلين التربويين. مزيان، اذا اكد بانه الصيغه ديال التعليم مازال ما تقررش فيها، ولكن الوزاره قايمه بالواجب من حيث التعليم المدرسي والجامعي، وفرات جميع الشروط والظروف باش التلاميذ يتاقلموا واخا يكون ظروف صحيه يعني متفاوته، مؤكدا بان الهدف هو تحقيق المناعه الجماعيه، يعني يكون عندنا تقريبا جميع المواطنين متلقحين باش يكون عندنا 100% تعليم حضوري اللي جميع الاسر كتطالب به، وكذلك جميع الاساتذه والفاعلين التربويين. حيث ان التعليم الحضوري دائما، السيد محمد أدردور الذي يتكلم يقول بان التعليم الحضوري هو الذي يضمن الاستفاده من التعلمات 100%، منبها في نفس الان انه في حاله استمرار الوضعيه الصحيه الحاليه والحالات المتزايده للمصابين بالفيروس، فان الوزاره ستعود الى سيناريوهات ومقاربات تربويه والمتمثلة في التعليم عن بعد أو المزاوجة بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد. يعني كما العام اللي فات كاين مجموعة من المناطق ما كانش عندها تعليم حضوري، كان عندها تعليم عن بعد، وكاين مجموعة من المناطق عندها تعليم بالتناوب، يعني تعليم اللي ماشي حضوري 100% بل بالتناوب. إذا قال بأنه إذا كان تعليم حضوري غادي تكون مزيان، يعني غنستافدوا من التعلمات 100%، ولكن إلا استمرت الوضعية الصحية بهذه الحالة وتزادوا العدد المصابين بفيروس كورونا، فإن الوزارة غادي ترجع السيناريوهات اللي ديجا هي دايراهم، بأنه ممكن ديروا تعليم عن بعد ولا نزوجوا ما بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في إطار التناوب. إذا من جهة أخرى أكد السيد محمد أدردور أن اللجوء لإجبارية التلقيح غير ممكنة، على اعتبار أننا في بلد الحريات، حيث أن الدستور يضمن الحريات الفردية، منبها في نفس الوقت إلى أن الإقبال على التلقيح مسألة مستحبة، لأن بدونه لا يمكن ضمان اعتماد التعليم الحضوري 100%. إذا في هذا التصريح قال؟ قال بأن هذا التلقيح ماشي إجباري على التلاميذ، لأنه ما يمكنش نجبرو عليك شي حاجة اللي هي من الحرية ديالك، لأن الدستور كيضمن الحرية الفردية. ممكن نقول أنا ما خصنيش ندير التلقيح، ممكن نلقح يعني عادي، ولكن قال بأنه التلقيح مسألة مستحبة، يعني مزيان بنادم يمشي يلقح. علاش؟ باش نعتمدوا التعليم الحضوري 100%، لانه بلا تلقيح ما غاديش نحصلوا على المناعه الجماعيه، وبلا مناعه جماعيه ما غاديش يكون تعليم حضوري. هادشي اللي قال السيد محمد أدردور. بعد ذلك يضيف السيد محمد أدردور: دائما حول تلقيح الفئات العمريه ما بين 12 سنه و17 سنه، اكد السيد محمد أدردور على ان الامر يتعلق باطفال قاصرين، يعني باقي ما وصلوش لسن الرشد، باقي ما وصلوش ل 18 سنه باش يقرروا هما واش يديروا اللقاح ولا لا. اذا قال بانه لابد من موافقه ابائه، يعني لابد باش يوافق الاب ديالك ولا الولي الامر ديالك عاد دير التلقيح، صافي. مشيرا الى ان الوزاره، يعني وزاره التربيه الوطنيه بتنسيق مع وزاره الصحه، هيئت جميع الظروف داخل المؤسسات التعليميه ليكون التلقيح قبل الدخول المدرسه. يعني وزارة التربية الوطنية كتنسق مع وزارة الصحة باش دير جميع الظروف
يعني الوزارة حطات جميع الآليات وجميع الظروف باش يكون التلقيح داخل المؤسسات قبل من الدخول المدرسي، وذلك في انتظار الضوء الأخضر من اللجنة العلمية والتقنية في الأيام القليلة المقبلة لتحقيق ذلك. يعني مازال ما غاديش يبدا هذا التلقيح حتى تصادق عليها اللجنة العلمية والتقنية وتقول لهم بداوا التلقيح ديال هذه الفئة من 12 ل 17 سنة، ومؤكدا أن تلقيح هذه الفئات غادي تضمن لنا ظروف صحية ملائمة لتعليم حضوري 100%، والذي يعتبر النموذج المثالي للاستفادة من التعلمات. مفهوم؟ قال بأنه إلى دار التلقيح وكان الأغلبية ملقحين غادي يضمن لنا ظروف صحية ملائمة، وغادي يضمن لنا تعليم حضوري 100%، وغادي يرجعوا للحالة ديالنا الطبيعية قبل كورونا، وغادي نستافدوا بشكل مثالي من التعلمات. صافي، ما غتبقاش تضيع لنا التعلمات بحال التعليم عن بعد ولا التعليم بالتناوب، يعني كاين صعوبات فيه وما كيكونش التعلم بصفه مزيانه. مفهوم؟ اذا هذا الشيء اللي كان عندي في هذا الفيديو. قناه تربويات مع الاستاذ محمد البخاري، تشكركم على الدعم والمسانده، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.